يعني الفترة اللي جاية زي ما انتوا حضراتكم شايفين كده، الأحداث ساخنة متلاحقة متعاقبة على مدار الساعة، فبالتالي الكواليس والحقائق اللي في ناس كتير جدا مش عارفة ايه اللي بيدور جوه نادي الزمالك، جوه النادي الأهلي، في اتحاد الكورة، بعض المواضيع اللي موجودة على الساحة، في يعني مجهود مبذول بيبقى كبير جدا لان احنا نقول لحضراتكم الخبر الصحيح والخبر اليقين. الحلقة النهاردة برضو من الحلقات اللي فيها بعض الأحداث الساخنة والساخنة جدا، وبعض الأمور والكواليس اللي تخص قرار المستشار تركي آل شيخ بالاستقالة من رئاسة مجلس إدارة النادي الأهلي الشرفية. في حاجات بتدور جوه مجلس إدارة النادي الأهلي هنعرفها لحضراتكم، اللي حصل إيه النهاردة الصبح في نادي الزمالك، والفيديو المنتشر اللي صوره مرتضى منصور أو اللي صوره أعوان مرتضى منصور في مشاهد زفة بلدي، حمل التأييد بيصدر مشهد موجود غير الحقيقي اللي موجود. المشهد ده اتعمل ازاي؟ الاعداد، كتابة السيناريو والحوار والاعداد والتصوير والصوت ويعني الفيلم القصير اللي انتوا شفتوه دوت، هنقول لكم الاخبار بتاعته او الكواليس بتاعته حاصلة ازاي. الدنيا مش حلوة في تونس، المواقع التونسية مولعة الدنيا، برضو هنتكلم فيها النهاردة. في مفاجأة كبيرة جدا جدا من عيار المفاجأتين اللي أنا فجرتهم لحضراتكم امبارح بالليل، بيجهزها أشرف صبحي، ممكن يفجر بيها قنبلة على الساحة. نبتدي من الزفة البلدي اللي عملها رئيس الجمعية العمومية لنادي الزمالك. لا مفيش نهايات، ما وعدكش. عمرو مهدي بيقول لي يا رب تكون النهاية، ما وعدكش. لا ما يعني لسه المسلسل مستمر، والأفلام الهندي على البلدي على حتة تركي على حتة أمريكاني على حتة فيديو قديم على اقتباس كده من مشهد من مشاهد عبد الناصر مثلا زمان، ومش عارف قررت ايه، والناس تنزل ومش عارف ايه، لا تتنحى، يعني الحاجات من دي، يعني الحركات، والسيد جودة بيقول لي الحركات. بس وانتوا شغالين كده، يعني الناس اللي موجودة معايا في اللايف من فضلكم من صوت اعمل شير وانت شغال في اللايف واحنا شغالين، علشان الناس برضو معاك يبقوا دارين يعني باللي بيحصل. ما تحرمش برضه الناس، يعني ما تحرموش الناس من الكواليس اللي هتتقال، من الكواليس اللي هتتقال. الأول خالص مشهد زفة بلدي متجمع فيها مجموعة من الناس اللي تم تجميعهم تليفونيا امبارح بالليل عشان يتعمل فيديو على عكس الفيديو اللي اتعمل امبارح بالوقفة الاحتجاجية اللي هزت ناس كتير، يعني خلينا اقول ناس كتير دي يعني، ونسيبها كده للي عاوز يفهم يفهم. اللي كان ناقص النهارده في الزفه ان يدخل النادي على حصان ابيض، ويبقى يا ريت كان يبقى لابس جلابيه بيضه والعصايه والفقره بتاعت التحطيب، في فقره كده بتاعت التحطيب كان لازم برضه، والمزمار، معرفش المزمار البلدي ليه ما كانش موجود في المشاهد اللي هي بتاعت الطهور بتاعت زمان دي. فيعني الحاجات دي بالظبط كده يا ابو السيد، مشهد الطهور ده بيبقى كان بمشاهد كده ايه من التراث المصري الايه القديم، والتنوع برضو، وفي الفقره اللي هي بتاعت الراجل اللي هو بينفخ ده الجاز وبيطلع نار، كان لازم الحاجات دي تبقى موجوده جوه المشهد عشان الصوره تكتمل والساسبنس يبقى ايه يبقى موجود. لا فقرة الساحة دي في الماتشات،
فقره اللي بيقول لي فقره الساحه، لا لا لا، الساحه دي في الماتشات اللي هو احنا هنقفل الشبكه ونفتح الشبكه ونقفل نص الملعب ونفتح نص الملعب، حطوا بقى كرتون الشغل ده على جنب. انما انا خلينا اتكلم في المشهد النهارده، تمام، وبتاع ذوي الاحتياجات الخاصه معاه يعني، ونط الحبل، المشاهد الكوميديه دي، المشاهد الايه الكوميديه ديت اللي عاوز يصدرها للناس واللي عاوز يصدرها للدوله، ان هو قدر ان هو يوقد ختم، يوقد فتنه بطلها الاخوان، وكان هدفهم قفل المحور. ده طبعا الكلام دوت اللي هو ساقه امبارح على لسانه، او هو دوت المبرر اللي كان بيحاول يعمله. ما علينا بقى من كل الهري، ايه الهري ده؟ النهارده الصبح اكتر من 61 الكلام بقى، الكواليس اللي ايه اللي انتوا لازم تعرفوها. سيبكم بقى من المشهد ده، ده المشهد اللي طلع للناس، اللي في الكواليس ايه بقى ورا، ايه بقى اللي الناس ما تعرفوش، ايه بقى اللي تم. هتعرف دلوقتي ايه اللي حصل في الكواليس وايه اللي تم. بداية من الصبح بدري اكتر من 61 عامل تم فصلهم او تبليغهم بالفصل من قبل رئيس الجمعية العمومية شفهيا، نتيجة ان الكاميرات المراقبة اللي بتغطي كل مليمتر مكعب في نادي الزمالك التقطتهم امبارح، وبالتالي قال لك هم دول اللي عملوا الوقفة وعملوا الكلام يمنعوا من دخول النادي. طبعا وهم داخلين النادي النهارده الصبح تم منعهم من دخول النادي. الامن شايف الكلام ده، في طبعا امن مركزي موجود ومتواجد ومتمركز حوالين نادي الزمالك. ما علينا من الامور ديت كلها، وما علينا من الحاجات ديت كلها. تليفون، حصل تليفون من جهة ما، اتمسك في التليفون الضبط، الضبط الضبط ظبطه كويس، اللي اتمنع اللي اتمنع النهارده الصبح يا عز 61، انما الاجمالي اللي اتفصل 120. ركز معايا في الكلام يا عز، عز فوتبول اكاديمي، بعمل لك اعلان للاكاديميه بتاعتك اهو، تمام. فاحنا بنتكلم وبنقول اللي حصل النهارده الصبح الكواليس، انما اللي تم فصلهم 120، اوكي ولا مش اوكي؟ خليكم بس ماشيين معايا واحده واحده. 61 دول دوت اللي ايه اللي تم لغايه ما جه لصاحبنا اللي المفروض كان يخش. هقول لك برضه يا ايناس قصه مكتب العمل حالا دلوقتي، لان القصه ما كانتش مكتب عمل بقدر ما هي مديريه شباب ورياضه. بس خليكم معايا يا جماعه واحده واحده، خليكم معايا واحده واحده. هقول لك يا ايناس، حاضر ما دام ايناس تحت امرك. فاحنا بنتكلم دلوقتي وبنقول ان جه تليفون اتقال له انزل حالا تقابل الناس وتقابل العمال وياخدوا حقوقهم، ومش عاوزين قلق ومش عاوزين مشاكل. ده اللي اتعمل وده اللي اتقال. والشدة المحترمة من الجهة المحترمة اللي بتنصر الغلابة واللي بتقف جنب الناس في أكل عيشها، واللي أنا بشكره، واللي أنا على مستوانا الشخصي والإنساني بشكرهم، بشكرهم جدا 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 جدا. وبالتالي نزل وإدى الناس حقوقها ورجله فوق رقبته. وطبعا كان من امبارح بالليل بيتم التنسيق للمجموعه اللي حضراتكم شايفينها النهارده في الفيديو علشان يتعمل المشهد ده، ان انا ما عنديش ادنى مشاكل ولا عندي اي حاجه. بالاتصال بالسيد الاستاذ المحترم احمد الوكيل مدير مديريه الشباب والرياضه بالجيزه، اللي من المفترض ان هو المسؤول عن الاندية فيما يخص مراكز الشباب، يسأل عنها السيد المحترم رمزي هندي. ده في ادارة في وزارة الشباب والرياضة المسؤول عن اي مشاكل تتم على مستوى
مراكز الشباب. المسؤول عن الاداره ديت مين؟ الاستاذ رمزي دي. انما الاستاذ احمد الوكيل هو المسؤول عن الانديه فيما يخص مديريه الشباب والرياضه فين؟ في الجيزه. وطبعا مديريه الشباب والرياضه بالجيزه الناس ديت تحت مسؤوليتها هي. بمعنى ايه؟ بمعنى ان لو حدث ان هناك اي نوع من انواع اجراءات الفصل تمت لاي مجموعه من العمال في نادي الزمالك، مجموعه العمال دول يقدروا يتوجهوا مباشره للسيد الاستاذ المحترم احمد الوكيل في مديريه الشباب والرياضه بالجيزه علشان يقدموا شكواهم ان حصل معانا النهارده 1 2 3 4 من رئيس الجمعيه العموميه اثر مطالبتنا بمستحقاتنا الماليه ومرتباتنا المتاخره والتي لم تتم قبضها عن شهري يناير وفبراير. وبالتالي مديريه الشباب والرياضه هتتحرك في هذا الايه؟ في هذا الاتجاه. فالسؤال اللي كانت بتقوله السيده المحترمه ايناس بتقول مش بمزاجه ومش عزبه، انت صح 100%. ومحمد جوهر نفس الكلام، انت صح 100% فوق دماغي من فوق. مش بمزاجه. في النهارده مديريه الشباب والرياضه تقدر تتحرك، وفي وزير مختص غير راضي تماما عن الاحداث اللي بتحصل، و في مفاجاه هقولها لكم، بس نمشي كده بالاحداث مع بعضينا واحده ايه؟ واحده واحده. دي الكواليس بتاعت الزفه اللي انتوا شفتوها. بعد طبعا ما الليله ديت خلصت كانت التليفونات اشتغل بالليل من بعض الناس اللي ما كنتوش شايفينها في المشهد امبارح واول امبارح، شفتوها النهارده في الفيديو. اتجمع بعض العمال، بعض الموظفين اللي موجودين، ويا حبيبنا مش عارف ايه وبتاع والكلام ده كله، والطبل والزمر وبتاع ومش عارف ايه، وكان ما اعرفش الحصان فين. كان لازم الحصان يبقى موجود، يعني كان لازم الحصان يبقى موجود، والفقره بتاعت النار دي مهمه جدا. ما اعرفش ليه نسي يجيبها، مع ان هو انا اعرف ان هو بيحب الحاجات دي، اللي هو بينفخ ده ويطلع النار والحاجات دي، والتنوره وفقره التنوره كان لازم تبقى موجوده النهارده، تنوره مش كده ولا ايه؟ ماشي ما علينا.